لبنان يتهيأ للعاصفة تلاسا وسنوزيلا تفرض الطوارئ في 5 ولايات أمريكية. بدنا نحاسب، صحتنا مش لعبة. إن صحة المواطن اللبناني أصبحت في خطر كبير منذ تراكم النفايات. لقاء روحي سياسي في طرابلس تنديداً بإطلاق سميحة. نطالب بإلغاء هذه المحكمة. كاري في الرياض وزعيم الصين في طهران. في نشرة الظهيرة من قناة الجديد. لبنان يتحضر للعاصفة الطبيعية تلاسا التي تبدأ طلائعها بالظهور اعتبارا من مساء اليوم، لكنه ما زال يرزح تحت تأثير عاصفة إخلاء سبيل ميشيل سميحة. وقد هبت رياح التنديد اليوم من طرابلس وتحديدا من دار الإفتاء التي استضافت لقاء روحيا وسياسيا طالب خلاله المفتي الشعار بإلغاء المحكمة العسكرية أو إعادتها إلى حجمها الطبيعي. من جهته شدد راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران جورج أبو جودي على أن الكنيسة تدين بشكل عام كل أعمال العنف والإرهاب وأعمال نقل السلاح والأدوات المتفجرة والخطرة من أي جهة أتت. أما في جديد العصف الرئاسي، اتصال أجراه الرئيس سعد الحريري برئيس تيار المردة سليمان فرنجي جرى في خلاله تقييم آخر الاتصالات والجهود القائمة لوضع حد للفراغ الرئاسي وإعادة تفعيل عمل الحكومة. إقليميا، أبدى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من الرياض قلقه من استمرار دعم إيران لحزب الله ومن برنامج طهران الصاروخي، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير أنه متأكد من إلحاق نكسة كبيرة لداعش في العراق وسوريا قريبا. نبدأ من مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت والتفاصيل حول العاصفة المنتظرة تلاسا مباشرة مع زميلة رانيا مدبوح. رانيا، اليوم برات استوديو الطقس، شو آخر أوضاع تلاسا؟ خصوصا أنه الناس ناطرة، معقول يسكروا المدارس، معقول تكون العاصفة كتير قوية؟ تفضلي. هو لو نحن عم نعمل النشرة بالاستوديو أدفى من المواكين الموجودين نحن فيه هلأ. صحيح. معي عبد الرحمن، المهندس عبد الرحمن زواوي، بده يخبرنا أكثر عن العاصفة يلي الكل ناطرها بفارغ الصبر ليعرفوا كيف رح تكون حالة الطقس، وهل عاصفة تلاسا هل هي قوية أو عادية؟ أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكي. العاصفة تلاسا بتبلش ابتداء من الليلة بشكل منخفض جوي، وأمطار تكون غزيرة بالليل، يعني هلأ بعد شوي شوي الهواء عم يقوى وكمية الرطوبة عم تتجمع. مثل ما شفنا على الخرائط في عندنا كتلة هوائية باردة قطبية المنشأ، تدريجيا عبر تركيا واليونان وبحر الأسود تمرق بتوصل لعنا، كمان فوق المتوسط بجمع رطوبة وبتتجه صوبنا. تأثيرها يعني فعليا حيبلش بالليل اليوم بأمطار غزيرة عواصف رعدية واشتداد بسرعة الرياح، وابتداء من بكرة الصبح بصير في عنا انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وبصير في عنا صخرة الثلوج على ارتفاع العالم يمكن عم تدق له يعرفوا عن حاله ارتفاع 1200 متر وما فوق. تدريجيا خلال الاحد بغزاره الامطار وانخفاض الحراره بصير في عنا صخرة الثلوج على ارتفاع 800 متر وغزارتها للعاصفه هي بكره. هلا ليل الاحد تنين في انخفاض اضافي بتوصل ل 700 متر صخرة الثلوج، ومنحذر الناس من الجليد ابتداء من فجر التنين لانه بتخف غزاره الامطار وبتخف غزارة الأمطار وبتخف كمية تساقط الثلوج، بس بتبقى متفرقة وكل ما ينزل في أمطار حتعمل جليد على الطرقات لأنه درجة الحرارة متوقعينها ابتداء من صباح التنين هي 5 ببيروت 3
أربعة، لما تكون 5 و4 ببيروت على الساحل يعني على الجبال مثل ما شفنا كمان تقريبا ناقص 1 و0 على ارتفاع 700 متر، يعني كل ما تنزل نقطة مي بتعمل جليد. هذا الشيء أهم شيء بالعاصفة هو جليد اللي حيصير باليومين الثاني والثلاثة. يعني بنحذر الناس من تكون الجليد على الطرقات الجبلية أكثر شيء، ما يسوقوا إلا للضرورة. صحيح، أهم شيء إنه ينتبهوا بالسواقة، حتى لو كان مبين إنه راقت العاصفة أو خلصت الثانية الظهر، بس بعد ما خلصنا تكون بعد ما خلصنا. وابتداء من 3 عشية في احتمال صوب الجنوب ترجع موجة جديدة وتكون درجة الحرارة منخفضة، لذلك بيكون عندنا تساقط ثلوج على ارتفاعات منخفضة حدود 500 متر ممكن بالجنوب مساء 3. طب كثير عم يسألوا العاصفة اللي جاية على لبنان، عاصفة تلاسة، لو سميتوها عاصفة رانيا يمكن كان أحسن، كانت إجت أخف من عاصفة. عم بيقولوا إنه هالعاصفة رح تكون قوية أكثر من العاصفة اللي إجت زينة أو غيرها، هل هالشيء مزبوط ولا عادي؟ يعني ما في شيء بخوف، رح يكون في هواء رياح قوية، أوكي، وجليد، ينتبهوا من الجليد، بس ما في شيء هالقد. لا أكيد ما في شيء بخوف، ما في حدا يعرف يقارن بين 92 لهلا، لأنه العاصفة أول شيء لنعرف شو بدها تعمل، مزبوط في عنا خرائط علمية وفي عنا ضغط جوي وحرارة وكل شيء، بس ما فينا نعرف تأثيرها فعليا إلا تبلش العاصفة، ما في حدا يعرف إنه من 92، وحسب ما مبين هي مش أقوى من السنة الماضية حتى، ليش رجعوا لـ 92؟ نحن دجا السنة الماضية بالعاصفة زينة، كان عنا عاصفة كثير قوية وكانت أقوى من هيدي، وشبيهة فيها بناحية درجة الحرارة. بس من ناحيه الرطوبه العاصفه زينه كانت اقوى، يعني ما في شيء بخوف اكيد، بس اكيد بدنا نكون حذرين، والطرقات الجبليه طبعا بعض الاحيان تنقطع بسبب الجليد مش بس بسبب الثلج، بده يكون في انتباه من الناس، واكثر شيء تابعوا نشره الاخبار والابديت اللي بنعمله صباحا ومساء مصلحه الارصاد الجويه، لانه دائما في تغييرات ودائما في تحذيرات من الاشياء اللي ممكن تصير. يعني كمان بنحذر الناس نقول لهم تابعوا نشره الطقس كل يوم بيومه عبر شاشات التي في، مش على السوشيال ميديا ويصدقوا، لانه في كثير ناس بيحكوا اشياء وبيزيدوها والعالم بتصدق وبتخاف. نشرة التأس نحن نصدرها هي لثلاث أيام، لأنه الموديل النمريك أو المعلومات اللي بتعطينا ناخذها نحن هي فالاب ثلاث أيام، كل ما تطلع فوق ثلاث أيام صارت الدوني تضعف أو الدقة بتقل، لذلك لما واحد يحكي من جمعتين ومن ثلاثة عن عاصفة هذا أكيد أكيد كل العالم بتعرف إنه هذا الشيء مش مزبوط. ومدارس رح يكون في مدارس؟ هلا حسب بكره نهار الاحد اذا كانت غزاره الامطار والثلوج وكميه الثلوج اللي تساقط كثير كبيره وهالشيء بيؤدي لجليد نهار الاثنين، هذا بيرجع كمان لوزاره التربيه او للاهل بالنهايه. اي معلومه بتحب كمان تقولها للناس؟ بنحب نحذر من الضباب اللي بده يتكون كمان ليله الاحد الاثنين، لانه كميه الرطوبه حتكون قويه بعدها. اللي ما عنده شيء ضروري اكيد اثنين ثلاثه حتى اربعه كمان مش ضروري، خاصه بالليل بس للضروره. اذا كلارا هي حاله الطقس، رح تكون العاصفه التلاسة عاصفه عاديه ما بتخوف، بس اكيد بدنا ننتبه من الجليد وما نظهر من البيت الا للضروره اكيد. نعم. والمدارس اذا في مدارس ولا لا، هي اكيد رح يعود لوزير التربيه، رح يقررها بكره نهار الاحد مفروض. وهيدا كان طقسنا. نعم. لليوم. نعم رانيا، على كل حال هلا وقتها يعني لازم خير هيدا على كل حال للبنان، وقت العواصف والشتاء والثلج. نحن اكيد والمشاهدين لازم يضلوا متابعين نشره الطقس على الجديد لمتابعه تلاسة بالايام الجايه. شكرا لك رانيا مدبوح. شكرا. ونتابع النشرة من جهتها. دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين إلى ضرورة التزام الحيطة والحذر والامتناع عن التنقل خلال أوقات اشتداد العاصفة إلا عند الضرورة، علما أن جميع عناصر الدفاع المدني هم في حال تأهب تام. وذكرت المديرية بضرورة التقيد بالإرشادات المرفقة ربطا والاتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 عند حصول أي طارئ. دعا رئيس الحكومة إلى جلسة لمجلس الوزراء تعقد عند 4 من بعد ظهر الخميس في 28 من الجاري. وقد وزعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء جدول أعمال الجلسة الذي يتضمن 379 بندا. من جهة ثانية، التقى الرئيس سلام في دافوس رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، وجرى عرض للأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة. لقاء روحي سياسي في دار الفتوى في طرابلس لإدانة قرار إخلاء سبيل ميشيل سميحة. تعتبر أساليب الإرهاب صعبة جدا من صور الحرب القادمة. إن الكنيسة تدين بشكل عام كل أعمال العنف والإرهاب وأعمال نقل السلاح والأدوات المتفجرة والخطيرة وغير ذلك من أسلحة الدمار والقتل من أي جهة أتت، وهي تدخل في هذا الإطار، إطار القتل المباشر وغير المباشر، وهي تستحق العذاب القاسي والعقاب القاسي
نظرا لما ستسببه من قتل لأناس أبرياء ليسوا من المقاتلين والمحاربين. ألم يهزه هؤلاء موجة الاستنكار الواسعة التي صدرت عن معظم اللبنانيين وعلى اختلاف انتماءاتهم الدينية والسياسية لقرارات وأحكام المحكمة العسكرية؟ أليس لافتا أن تكون عقوبة العمالة لإسرائيل 18 شهرا، وأن تكون عقوبة نقل المتفجرات والأموال والتخطيط لأخطر عملية إرهابية في مناسبات رمضانية واجتماعية يفوق عدد المشاركين فيها 1000 مدعو من المواطنين في طرابلس وعكار 4 سنوات سجنية فقط؟ أليس لافتا أن تتعرض معظم الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة العسكرية إلى ردات فعل سلبية يشعر فيها كثير من المواطنين بالإحباط والاستهداف، وكأنها محكمة لفريق ضد فريق آخر لها لون ومذهب ومنطقة وحزب واحد؟ لكل هذا الذي تقدم ولما سيكون الحديث عنه بعد ذلك، نطالب بإلغاء هذه المحكمة أو إعادتها إلى حجمها الطبيعي. هذا الاجتماع لا يتدخل بالشأن القضائي ولا يسعى إلى الانتقام، ولكنها وقفة احتجاج وتعبير صادق أن أمان الناس لا يمكن أن يكون عرضة للمساومة. اطمئنان البشر هو أمانة بيد المسؤولين، لا سيما الذين يحملون الميزان. نحن لا نتعرض لحملة الميزان، ولكنني أختم هذا القول أو هذه المداخلة بكلمة بسيطة: أنا لنا أن نستثمر ما جرى لكي ننحو نحو تقليص صلاحيات المحاكم الاستثنائية إلى الحد المعقول. اعتبر رئيس لقاء الاعتدال المدني النائب السابق مصباح الأحداب في مؤتمر صحفي أن لبنان دخل اليوم بمعادلة سياسية جديدة بعد مرحلة طويلة من سوء الإدارة والتسويات والتنازلات المسيئة للوطن، حيث استنفدت قيادات 14 أذار كل مبادئها ولم تعد تملك ما تتنازل عنه، فقررت تبني ترشيح خصومها لسدة الرئاسة علها تجد لنفسها حصة في المرحلة المقبلة من الحكم. إن إطلاق سراح ميشيل سماحة لم يكن مفاجئا لنا، بل كان متوقعا، سيما وأن التهمة التي وجهها إليه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية المحسوب على 14 إدار لا تستدعي أكثر من 4 سنوات حبس. ونراهم اليوم بعد إطلاق سراح المجرم سماحة يحرضون السنة والإسلاميين مجددا لصرف النظر عن الاتفاق السري بينهم وبين حزب الله الذي بموجبه سلموا أمن البلاد للحزب مقابل شراكتهم بالسلطة. وما حصل بالأمس من تقارب بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر خطوة مهمة جدا ومرحب بها، ويجب على باقي مكونات الوطن أن تقتضي بهما، فهما تجاوزا تاريخا أسودا من القتال والعنف ومدا اليد لبعضهما لتحييد الطائفة المارونية الكريمة والوطن عن نيران المنطقة. أمام هذا المشهد السياسي الجديد بات لزاما علينا نحن أبناء السنة أن نعيد حساباتنا وأن نرتب أولوياتنا وأن نترفع عن مصالحنا الضيقة وأن نعمل على توحيد صفوفنا من جديد.
إسوة بشركائنا الشيعة والمواطنين، وذلك عبر الشروع فورا بالاتفاق على نقاط توافق مشتركة يتمحور حولها دور السنة في لبنان، غرار الثوابت التي جمعت القوات والتيار الوطني الحر. واشنطن تتهم حزب الله بامتلاك 80,000 صاروخ، والرياض تتهم طهران بدعم الإرهاب. واشنطن قلقة من استمرار دعم إيران لحزب الله الذي نعتبره منظمة إرهابية. ليست المرة الأولى التي تهاجم فيها واشنطن إيران وحزب الله، لكن الجديد هو أن هذا الموقف أعلنه وزير الخارجية جون كيري من الرياض خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي عادل الجبير الذي بدوره هاجم إيران قائلا إنها لا تزال تدعم الإرهاب والجماعات الإرهابية، ودعاها إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي مع واشنطن لإنهاء دور الرئيس الأسد. الولايات المتحدة لا تزال مرتابة من أنشطة إيران في المنطقة. غالبية أسلحة حزب الله جاءت من إيران عبر دمشق، وحزب الله يمتلك نحو 80,000 صاروخ. إيران لا تزال تدعم الإرهاب، ودول الخليج تعمل مع الولايات المتحدة لمواجهة تدخلات إيران في المنطقة. نحن نتعاون مع واشنطن لإنهاء دور الأسد في سوريا وإنهاء الانقلاب في اليمن، ونعمل على إعادة الاستقرار إلى ليبيا. الجبير أكد وقوف واشنطن مع الرياض في مواجهة التمدد الحوثي في اليمن وفي وجه التدخلات الإيرانية. وفي الشأن السوري أكد كيري أن اجتماع جنيف سيفضي إلى مرحلة انتقالية في سوريا، ورأى أن الأسد هو المغناطيس الذي جلب الإرهاب إلى سوريا، معتبرا أن الأشهر المقبلة ستشهد انتكاسة لداعش في سوريا والعراق. هذا وسيلتقي كيري في خلال زيارته الرياض العاهل السعودي الملك سلمان وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. من منتدى دافوس العالمي، أعلن وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر أن العديد من أعضاء التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا لا يفعلون شيئا في محاربة التنظيم وخصوصا الخليجيين. واعتبر كارتر أن السعودية منخرطة في حرب أخرى ضد المتمردين الشيعة في اليمن تستنزف جهودها، وقال: نحن بحاجة إلى أن يتحمل الآخرون مسؤولياتهم، ويجب أن لا يتصرف أي شخص منفردا. وأتت لهجة كارتر مخالفة لما دأب عليه الخطاب الأمريكي من تركيز على التعاون بين أعضاء التحالف 65 الذي تقوده واشنطن تحت شعار مهمة واحدة وأمم متعددة. من جهة أخرى، جدد كارتر دعوته تركيا إلى تعزيز كبير للأمن على حدودها مع سوريا. أهلا بكم من جديد. أعلنت عائلة الجندي محمد يوسف الفار من الخدمة، والذي أوقفه فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، أن محمد يوسف مطلوب بتهمة فرار من الجيش وليس له أي علاقة بأي تنظيم، لا داعش ولا غيره. وأوضحت العائلة أنها كانت بصدد تسليمه، مؤكدة أن ما ورد في بعض وسائل الأعلام والتواصل الاجتماعي عار من الصحة تماما، وأن بعض أهل السوء والمخبرين قد لفقوا لابنها الاتهامات جاهزة والكاذبة. وأضافت العائلة أن محمد كان قبل القبض عليه بدقائق مع أحد الوسطاء، وتم التوافق على تسليم نفسه للجيش والخضوع لمحاكمة عادلة. أمنيا أيضا، أوقفت القوة الضاربة في الجيش اللبناني أمس المدعو خالد ألف جيم من بلدة مشحى في عكار لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي. استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل سفير الجمهورية الإيرانية الإسلامية في لبنان محمد فتح علي، يرافقه الملحق العسكري في السفارة في زيارة للتهنئة بالأعياد. وكانت مناسبة جرى خلالها التداول في الأوضاع الراهنة والتطورات الحاصلة في ضوء الاتفاق النووي ورفع العقوبات عن إيران، كما تطرق البحث إلى موضوع العلاقات بين البلدين لا سيما في مجال دعم الجيش ومكافحة الإرهاب. نحن نعتقد علينا أن نوحد صفوفنا لمكافحة الإرهاب التكفيري الذي من إفرازات الكيان الصهيوني، ولبنان في هذا المجال وإيران في هذا المجال دورهم دور هام جدا. وإن شاء الله أنا قلت لدولة الرئيس
نحن خاصة بعد رفع العقوبات على تعهدنا لدعم الجيش للبنان الشقيق. حملة بدنا نحاسب تحذر من التبعات الصحية لأزمة النفايات في خلال اعتصام لها أمام وزارة الصحة. عمك عمرو وزارة ما عندها مستشفيات. اعتزم الناشطون من حملة بدنا نحاسب أمام مبنى وزارة الصحة جديد في بير حسن تحت شعار صحتنا مش لعبة، وطلب المعتصمون الوزارة بإعلان حالة طوارئ صحية نظرا لما يتهدد صحة اللبنانيين من أمراض ومخاطر. كما وأين الطب الوقائي ومديرية الوقاية الطبية المسؤولة عن نفايات المستشفيات التي تحرق شركة أركانسيال جزءا منها، بينما تتولى شركة سكلين تمر الجزء الباقي بطريقة عشوائية؟ أين خطة الفحص الدوري للمياه التي يشربها المواطن ومتابعة مدى تلوث المياه الجوفية نتيجة تراكم النفايات دون حسيب أو رقيب؟ أين لجنة الصحة النيابية التي تضم 9 نواب ممددين لأنفسهم؟ صحتنا مش لعبة، هذا ليس شعارا طرحناه لنزين به يافطة أو بيان، وليس استجداء أو طلبا نطلبه من السلطة بامتنان، بل هو تهديد وتحذير، لأن صحة المواطن اللبناني أصبحت في خطر كبير منذ تراكم النفايات. وبعد تلاوة بيانهم سلم ناشطو الحملة مطالبهم إلى مدير عام وزارة الصحة وليد عمار الذي أكد أخذها بعين الاعتبار. الحقيقة ما تسجل حالات زيادة، بس أكيد نحن بدنا نكون حذرين، لأنه الوضع الراهن إذا استمر هيك أكيد بده يسبب حالات زيادة. عمار أشار إلى أنه سيسلم مطالب حملة بدنا نحاسب إلى وزير الصحة وائل أبو فعور. التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي البابا فرانسيس في الفاتيكان، يرافقه النائب البطريركي المعتمد لدى الكرسي الرسولي المونسنيور توني جبران ومسؤول البروتوكول في الصرح البطريركي المحامي وليد غياض. وقدم الراعي للبابا تقريرا مفصلا عن الأوضاع العامة في لبنان والاتصالات التي يقوم بها مع المسؤولين السياسيين، وحضهم على إجراء الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقت لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الواقع اللبناني. كما قدم الراعي للبابا تقريرا مفصلا عن وضع المسيحيين في بلدان الشرق الأوسط التي زارها، وشكره على كل ما يقوم به من اتصالات مع دول العالم من أجل مساعدة لبنان. أهلا من جديد. في كندا قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون في إطلاق نار داخل مدرسة في منطقة لوتشي المخصصة للسكان الأصليين وسط البلاد، بحسب ما قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي أوضح أن شابا أطلق الرصاص في مدرسة للسكان الأصليين الهنود في لوتشي في أسوأ عملية إطلاق نار داخل مدرسة في كندا منذ 26 عاما. وكانت قناة سي تي في قد تحدثت في وقت سابق عن توقيف شاب مسلح يشتبه في ضلوعه بالهجوم، في حين أشار شهود خلال حديثهم مع قنوات محلية إلى سماع إطلاق 6 عيارات نارية على الأقل. وقفة احتجاجية لشباب قوى 14 من أذار أمام المحكمة العسكرية تنديدا بإطلاق الوزير السابق ميشيل سميحة. التفاصيل مباشرة من هناك مع ألين حلاق. ألين، ماذا في تفاصيل هذه الوقفة الاحتجاجية؟ صباح الخير كلارا. طبعا كما قلت هنالك وقفة احتجاجية من قبل شباب قوى 14 من أذار احتجاجا على إطلاق سراح ميشيل سميحة. هنالك ضغط من محامي 14 أذار أيضا لكي يحال الملف برمته إلى المجلس العدلي، وهنالك تسابق يبدو بينهم وبين المحكمة العسكرية لأن المحكمة العسكرية كما قالت مصادر تستعجل إلى صدور الحكم لإطلاق ميشيل سميحة قبل أن يحال إلى المجلس العدلي. وفي حال تم الحكم على ميشيل سميحة في المحكمة العسكرية سيبطل طبعا طلب الإحالة. الواضح أن هذه المصيبة، إذا يمكن أن نقول أنها مصيبة، قد جمعت قوى 14 من أذار في الساحة معتصمين ضد إطلاق ميشيل سميحة. كما ترين كلارا بدأ التجمع، هنالك أعلام لبنانية رفعت في المكان، هنالك
الموسيقى أيضا وطنية، الجميع يطالبون بعدم إطلاق ميشيل سماحة وأيضا بإحالة ملفه إلى المجلس العدلي كما قلنا. كلارا. نعم، شكرا لك يا الزميلة ألين حلاق. الصين تفتح الزيارات الرسمية والاتفاقيات الاقتصادية مع إيران التي عادت منذ أيام إلى أحضان المجتمع الدولي بعد رفع العقوبات عنها. 16 اتفاقية تعاون من بينها اتفاقية للتعاون الاستراتيجي أبرمتها الصين مع إيران في خلال زيارة لافتة وسريعة قام بها الرئيس الصيني على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى إلى الجمهورية الإيرانية، ليكون بذلك أول زعيم يزور طهران بعد رفع العقوبات الدولية عنها في 16 من كانون الثاني بموجب اتفاق نووي تم التوصل إليه مع 6 قوى عالمية من بينها الصين. الصين وإيران اتفقتا على إحياء طريق الحرير التجاري القديم وعلى تعزيز العلاقات في إطار وثيقة تعاون لربع قرن. الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد أن هناك تقارباً جيداً بين طهران وبكين فيما يخص قضايا العالم، وأشار إلى أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى إيران تعتبر حدثاً تاريخياً مهماً. اتفقت إيران والصين على زيادة التبادل التجاري إلى 600 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة، وعلى التعاون عن كثب لحل قضية الإرهاب والتطرف في العراق وسوريا وأفغانستان واليمن. نحن تطرقنا إلى كيفية التنمية الاقتصادية بين البلدين، واتفقنا وبعد استئناف العلاقات الاقتصادية بعد 45 من العام نحن وجدنا التعاون المتجذر حاليا يمكن أن يستشري إلى التعاون الثقافي والمجالات الأخرى ولبناء العلاقات وتمتينها أكثر خلال السنوات القادمة. وتحتل إيران المرتبة الخامسة عالميا في إنتاج النفط، وتصدر أكثر من 500 ألف برميل يوميا إلى الصين، فيما بلغ إجمالي حجم التجارة بين إيران والصين نحو 52 مليار دولار في عام 2014، لكنه تراجع العام الماضي بسبب هبوط أسعار النفط. في الولايات المتحدة فرضت العاصفة الثلجية سنوزيلا التي تجتاح الساحل الشرقي إعلان حالة طوارئ في 5 ولايات هي فيرجينيا، ماريلاند، نورث كارولينا وبنسلفانيا إضافة إلى واشنطن، وغطت كميات كبيرة من الثلوج هذه المناطق وحرمت عشرات آلاف السكان من التيار الكهربائي، كما ألغت شركات الطيران رحلاتها الجمعة والسبت والتي بلغ عددها 2400 رحلة معظمها كان في مطار واشنطن ونورث كارولينا. وأعلن الحرس الوطني لولاية فيرجينيا أنه يعتزم استدعاء 300 جندي للمشاركة في عمليات الرد السريع، فيما طلب من الموظفين الاتحاديين في منطقة واشنطن مغادرة مكاتبهم ظهرا حتى يتمكنوا من الوصول إلى منازلهم باكرا. هذا وأعلنت هيئة النقل في واشنطن حيث أكبر شبكة لقطارات الأنفاق تعليق العمل اعتبارا من مساء أمس وحتى الأحد. كان في النشرة لبنان يتهيأ للعاصفة تالاسا وسنوزيلا تفرض الطوارئ في 5 ولايات أمريكية. بدنا نحاسب، صحتنا مش لعبة. إن صحة المواطن اللبناني أصبحت في خطر كبير منذ تراكم النفايات. لقاء روحي سياسي في طرابلس تنديدا بإطلاق سماحة. نطالب بإلغاء هذه المحكمة. كاري في الرياض وزعيم الصين في طهران. مشاهدينا، بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا لمتابعتكم. موعدنا الإخباري التالي في الساعة 8:10 إلى اللقاء.